لا تزعجني نهائيا ان شي حد نشر شي مقال قديم ولا شي افكار اخرى كنت اؤمن بها في واحد الفتره معينه، او بالعكس نقدر نقول لك انني اكون مسرورا بهذا الامر. اولا لانه يساعدني على جمع الارشيف ديالي، انا براسي ما عنديش هذيك المقالات وانا احتاجها فعلا لتوثيق مراحل حياتي، فتنشكروا على هذا الامر هذا. ثانيا لانه هذيك الأفكار المتضمنة أنا أحكي بنفسي عليها، أنا متصالح معها جدا، هي جزء من تاريخي، جزء من حياتي، جزء من كياني. أنا تنقول الناس ها ما كنت أؤمن به، وها هي الأفكار التي كنت أعبر عنها، وها كيفاش وقع التحول، وها كيفاش وقع التغيير، ولماذا وقع. بالعكس أنا تلقى أريحية وراحة حتى على المستوى النفسي في أنني نكون متصالح مع كل مرحلة من مراحل حياتي بسياقتها بأسبابها. ولذلك أنا أشجع على نشر مثل هذه الأمور، وأساهم أنا شخصيا في نشرها.